انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط. جيمون انديفيزي ان دي كاتيجوري لي تابي في الدعوة. قسم لا يدعو إلى الله أبدا ولا بكلمة واحدة. كاتيجوري با ابل جيمون في الدعوة قد ميم امو يباجي. حتى مطوية واحدة لا يعطيها الكافر. قد ميم ليفلتي بانوني كافر. وقسم يدعو إلى الله بالجهل. ديزيم كاتيجوري يبي ابل اوف الله بك لينيوانس. الصحيح الوسط. بلي اوتنتيك بلي موديري سي سي ميم ليي. الذي تثق فيه 100% هذا تعلم الناس. ساكو تراست 100% وموتري تيمون. تفتي لا. ودون فتوى نو. تتكلم بما لا تعرف لا. وكوز كيك شوز كوبا كون نان يلا دان نو. تشك في وجود الله. اسكي ونا ندوت لو بريزانس الله سبحانه وتعالى. تشك في التوحيد؟ اسكي ونا ندوت لو توحيد؟ تشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الامه وخاتم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام؟ اسكي ونا ندوت كي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ديني ميساجير اوف ليمانيتي؟ اذا لا، لماذا لا ندعو الى هذا؟ الوس اكو اسكي نو بابيل تيمونا فيسا كي نو كوني. هذا يدخل الى المسجد الان. سا الو اين تريد المسجد؟ يقول اين القبله؟ يدي ما دي اولي قبله. ايش تقول انا لا افتي؟ وجي مو بادون فتوى. معلوم هذه القبلة لا نشك فيها. صلاة المغرب كم ركعة يقول؟ تقول أنا لا أفتي؟ معلوم صلاة المغرب 3 ركعات. لكن مرأة تدخل وتقول قال لي زوجي كذا وكذا اليوم تخاصمنا، هل أنا طالق؟ نقول لا، نحتاج إلى فتوى.